أقام المجلس المحلي والمجلس التربوي في منطقة الزهور بالعاصمة عمان حفل إفطار للأيتام بالتعاون مع مديرية شرطة جنوب عمان ومركز أمن الزهور وجمعية فرسان الخير للتنمية والإغاثة وجمعية عندي حلم. ورعى حفل الإفطار الذي أقيم في ساحة مركز أمن الزهور مدير شرطة جنوب عمان العميد محمد الجالودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية الدكتور زكريا الشيخ ومدير مركز أمن الزهور المقدم حسين الشمايلة وعدد من الضباط في الأمن العام وأعضاء المجلس التربوي والمحلي في منطقة الزهور. تعلم أن المجالس المحلية الأمنية المحلية دائما تقوم بدور ريادي ودور إيجابي من خلال هذه الفعاليات الاجتماعية التي يتم من خلالها التواصل مع كافة فئات المجتمع وخصوصا الفئات الفقيرة والمحتاجة في هذا الشهر الكريم من أجل رسم البسمة على وجوههم ومن أجل التواصل والتفاعل معهم تتم إقامة هذه الاحتفالية. وهناك دور دائما إيجابي لهذه المجالس من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال إقامة علاقات الود وعلاقات التبادل واللقاءات المستمرة ما بين أفراد الأمن العام ممثل بمركز أمن الزهور وخلال هذا المجلس مجلس الأمن المحلي في مركز أمن الزهور. دائما يتم عقد هذه اللقاءات في هذا الشهر الكريم، يعني نوع من الإيجابية ونوع من التواصل والقيام بعمل الخير لهذه الفئات المحتاجة. هذه الفعالية اليوم هي إحدى فعاليات المجلس المحلي لمركز أمن الزهور بالتعاون مع الجمعيات المحلية هنا، وهذا هو الاشتباك الإيجابي مع المجتمع المحلي. مجموعة من الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفقدان الأب وهم الأيتام اليوم يتم استضافتهم في مركز أمن الزهور، وهذا هو عنوان رئيسي من عناوين ورسالة المجالس المحلية التي تشعر في يعني مناسبات عديدة مع المجتمع المحلي من أيتام من عائلات معوزة أسر فقيرة، فتشارك في هذا الحفل اليوم العديد من الجهات، منها على سبيل المثال جمعية فرسان الخير التي قدمت الوجبات الغذائية وأيضا مجموعة من الرز، منها جمعيات أخرى مثل الجمعية هي نعم عندي حلم، جمعية عنده حلم، وأيضا جمعية يعني الجمعيات عديدة اشتركت في هذا الأمر. فأيضا رجال الأمن العام جزاهم الله خير نشام أبو حسين الذين المكان. نعم طبعا، ورمزية هذا المكان أنه في المركز الأمني هذا يعني إن دل على شيء فإنه يدل على حرص القيادة الهاشمية على تلاحم الشعب الأردني وعلى العناية بالفئات الأقل حظا والفئات المعوزة في المجتمع الأردني. هنيئا للجميع. طبعا اليوم 17 من رمضان، نقول للجميع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وأن يجعلنا من عتقاء الشهر الكريم بإذن الله. صحيح أن نحن كمجلس محلي الزهور اللي هو يتكون من فئات المجتمع، مختلف فئات المجتمع اللي في المنطقة، والمجلس التربوي في منطقة الآي، وحقيقة في كل عام نحاول أن نكون ما بين المجتمع من خلال تقديم ما يتوجب علينا وعملية ربط ما بين وتشبيك ما بين شبكات المجتمع من جمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال حتى نقوم بدورنا ونؤلف ما بين قلوب الناس في هذا الشهر الفضيل. وفي نهاية حفل الإفطار أشرف راعي الحفل والحضور على توزيع هدايا عينية للأطفال. حمد الفايز، الحقيقة الدولية.